السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي أرسنال أمام نادي ساوثهامبتون اليوم بإذن الله تعالى، اليوم السبت الموافق 5/10/2024. المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها في اليوم السبت الساعة 5 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معدها الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 4 عصر/9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 3 عصر/9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2 ظهرا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 2 التانية، والمعلق علي سعيد الكعبي. ملعب المباراة ملعب استاد الإمارات، الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.